قبل ما تشوف الفيديو كنتمنى تشترك في القناة وتفعل الزر ديال الجرس. ما تنساش تشجعنا بلايك. شكرا لكم. السلام عليكم، تحياتي للإخوان ديالنا، تحية كبيرة لكم الخوت. غنجاوبوا على سؤال باختصار وبعجالة باش ما نطولش على الإخوان في المقدمة. غندخلوا نيشان في الجواب ديال هذا السؤال إن شاء الله. إن شاء الله على بركة الله. الرئيس عبد الإله معكم. الرئيس إبراهيم، كيف ما العادة اسمح لي، كيف ما العادة رقم التليفون في الآخر حقين إن شاء الله. مرحبا مرحبا، تحياتي لكم خوتي الرياس جميعا من الحدادة للحدادة كما القاعدة. معكم الرئيس إبراهيم، كنشكركم إخواتي كامل الرياس وجزاكم الله خيرا على التعاليق اللي كنقراوهم، مزيد من الدعم لقناة عبد الإله بيش. سؤال مباشرة، ندوزو للسؤال من عند الرئيس ياسين السيسي، تيقول السلام، أنا مبتدئ، سؤالي ما هو الحل لتفادي تغال صنارة في الصخور وما هو المصيد المناسب لتفادي ذلك وشكرا جزيلا. تحياتي خويا ياسين وتحية كبيرة للإخوان ديالنا كاملين أخوتي. حنا عم ناقشوا هذا السؤال هذا باش حتى الإخوان المبتدئين الآخرين اللي عندهم نفس الفكرة وكانوا كي بغاو يعرفوا على هذا السؤال، حنا غادي نشرحوه كامل. بالنسبة خويا ياسين، بغيتي تتفادى المشكل ديال الوغيل، انت كتصيد في الحجر اخويا ياسين، الا كتصيد في الحجر ولا بد من الوغيل. علاش؟ لان البلومه راه ما عمرها غتبقى الفوق، البلومه كتهبط للقاع، هادشي مفروغ منه اخويا ياسين، يعني كتوغل بزاف غتحاول تتفادى الوغيل. غير باش نزيدو شويه نبسطو الكلمات على حساب كيتابعونا الاخوان من الجزائر ومن مصر ومن يعني من الدول العربيه الشقيقه ديالنا كاملين، وكنوجه لهم تحيه كاملين باش يفهموا هذا السؤال حتى هما. هذا الاخ ياسين بغى يتفادى يعني هذاك البلوم او الدون او الرصاص الثقل اللي كان لونسيوه لداخل هذاك، ما يبقاش يوحل ليه مع الصخر. هذا هو السؤال باش الاخوان ديالنا اللي كيتابعوا القناه، حيت ما تكونش القناه ديالنا محتكره غير على اللغه الدارجه اللي كيفهموها غير خوتنا المغاربه، لا، خص نحاولوا بما امكن نبسطوا الامور ونوصلوا لواحد يعني نحاولوا بما امكن ولو نوصلوا لهم غير 60% باش يفهموا على الاقل شنو تنقولوا الاخوان ديالنا اللي كيتابعونا. واحد التحيه لكم كاملين. المهم نمشيو معك اخويا ياسين. خويا ياسين كتصيد في الحجر، انت كتوغل بزاف يعني كتوحل لك الرصاصه او البلومه في الحجر بزاف، بغيتي تتفادى، عتفادى هادشي ساهل، غاديش تصيد في الحجر، غتولي تصيد في شي اماكن اللي هي يعني فيها واحد 50% حجر و 50% رمله ولا 60% رمله و 40% حجر، يعني الرمله كوشطه غالبه على الحجر على الصخر، وتختار الاماكن بعنايه بدقه المصيد ديالك فين غادي تلونسي البلومه. يعني اي مكان الا مشيتي كتصيد فيه وبقيتي كداول عليه مره على مره كتولي كتحفظه، كتحفظ البلومه ديالك فين محطوطه، يعني الا بغيتيش تحطها فوق الحجر راه ما تحطهاش، غتحطها في الجنب ديال الحجر. يعني اليوم انا وغلت في هذه البلاصه غدا غنلونسي غير في جنبها، الا ما وغلتش مزيان غنبقى نحطها في هذيك البلاصه، نحاول نلونسي في نفس المكان. انا كنكتشف المصيد الراسي يعني باستمراريه دائما، كنهبط نصيد مع المداومه ومع مع كثره الهبيط للصيد كتولي كتحفظ، سيرتو لو كنتي كتردد على واحد المصيد بزاف راه مع المده كتحفظه. الحجر اللي داخل في الماء ما كتشوفوش ولكن كيولي عندك هنا في راسك، كتولي عارف لهي في ديك البلاصه كاين لوغيل، هنا كاين لوغيل، هنا في الجنب كاين لوغيل، ولكن ليه ما كاينش لوغيل؟ الى لونسيت هنا راه ما كاينش لوغيل، يعني كتكتشف المصيد راسك. ولا بغيتي كاع ما توغلش كاع تولي تروم الكوشطات الرمليين، يعني تهبط، ولا ما كانش عندكم كوشطه فيها الرمله راه هذا هو الحل. منين يهرب البحر يعني غتجي في دوك الماريات الكبار، كيجيو ماريات كبار لا سيما كتجي واحد الماريه في العام راه كتجرف بزاف ديال الماء، يعني راه كيهرب البحر لواحد الدرجه ما تصورش، كتبين لك شي حجر ما عمرك ما شفتيه، وكتكتشف كتجي في الوكحه وكتكتشف البلايص اللي كنتي كتصيد فيهم، كتضرب دورة
راه على داك المصير كامل كتشوفه، لا سيما الا كان شي سطح كيهرب فيه الماء بزاف، حيت ماشي بحال الويدان والحفاري تيبقاو مشبرين شويه الماء، اما ملي تيكون سطح راه كيهرب فيه الماء بزاف لواحد الدرجه ما تصورش. ولكن هاد الماليه كتجي في العام، تقدر كتجي في شهر 9 ولا في الاخر ديال شهر 8، كتجي ماليه كبيره بزاف. هذيك كنكتشفوا فيها حنا كاع المصايب، كنسمروا على ديك الماليه، كنمشيو فيها للمناصره وكناخذوا فيها تبوزروك، كتبين لك على شي بوزروك شي حاجه ما كايناش كاع والله العظيم. وبالنسبه خويا ياسين انت السؤال راه واضح، اي مصير كتمشي كتصيد فيه راه ولا بد من لوغيل، راه لا دخلتي لهذا الميدان ديال الصيد بالقصبه راه فيه شويه ديال المصروف، راه كعرف خصك دائما الدوب تقاطع الطراقه الصنانر، راه ما يمكنش غادي تصيد بصناره وقلومه نهار كامل الا لو كنتي كتصيد في الكوشطه في الرمله، وفي الرمله بعد مره وغادي تقطع. علاش؟ شحال من حاجه كتكون مدفونه في الرمله وما كتبانش، ما كيحفر البحر عاد كيبينها، كيكون شي كابل عاد تقدر تلصق لك، او تيكون البحر كيردم كيخشي لك البلومه لتحت وتيردم عليها. ملي كتجي تفيق راه الظاهره راه كطرا، راه الاخوان كاملين غيكونوا معايا على بال، راه كتلونسي ملي كتجي تفيق البلومه ما كتبغيش تقعد لك ياك عارف الكوشطه، ولا سيما لو كنتي داير خيط رقيق، الا كنتي داير خيط رقيق كون متاكد راسك قد جر جر تنقطع البلومه ما كتبغيش تطلع لك من الرمله. علاش؟ لان البحر كيردم، فاش كتحط البلومه تيكون البحر خدام من التحت تيولي يردم فوقها الرمله، كيردم كيردم، وسيرتو الا تعطلتي عليها انت واحد الساعات الما كاع عاد فيقتي عاد بغيتي تحاول تشوف يعني واش مشى الطعم ولا ما مشاش، واش ضربات ولا ما ضرباتش، يعني كتلقاها تصمكت، انت كتنوى في راسك ويلي واش كاين شي حجر لداخل واش كاين شي، يا راه الرمله هي اللي شادك. واما بيني وبينك الصيد في المناطق الصخريه مزيان، هو فيه لوغل فيه ضرر ولكن تيكون فيه الحوت، لان الحوت دائما ساكن مع الحجر، دائما ساكن مع الحجر، دائما كيلعب في الجناب ديال لي روشي. اما الحوت اللي تيكون في الكواشط ولا في الرمل هذاك تيكون باساجي، راه غنهبط اليوم الكوشطه غنقصر غدا غنقصر وكاين بعدو نجي نقدر ما نلقى والو، يعني كاينه واحد الوقيتات اللي كيهبط لهم الكوشطه، ما يكونش يوميا، ماشي بحال الحجر، الحجر راه دائما فيه الحوت، يقدر ما ياكلش عليك ولكن راه كاين، سيرتو ملي كتكون الماريه كالمه بزاف الحوت اش كيدير كتخشى في الحجر وتبقى جالس، يعني حتى داك الكالمه بزاف ديال الماريه ما كتساعدوش باش يخرج يرعى الا الدورات، الدورات اللي كتبغي هذيك الماريه هي والحنبل. ونتمنى من الله الفكره تكون وصلات خويا ياسين، تحياتي ليك وتحيه لجميع الاخوان، وكونوا استفدنا مجموعين، واللي عنده شي راي اخر يحطوا لنا في كومونتير وناقشوه عاوتاني كيف ما العاده، ورقم التليفون كيف ما العاده انا غادي نقوله 06 17 54 75 34، 06 17 54 75 34، تحياتي لكم.